نجحت قوات الشرطة في إنقاذ 21 طالبا خلال معسكرهم في محمية وادي دجلة بعد سقوطهم في مخر سيول، وذلك جراء الرعد والسيول والطقس السيء الذي ضرب مناطق كثيرة في البلاد. ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تبين أنه حال تواجد الأتوبيس التابع لمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس يستقله الطلاب بصحبة سائق السيارة ومشرفين بذات المدرسة بالمحمية تمهيدا للتخييم والمبيت، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار أدى إلى تعطل السيارة وانهيار جزء من مدخل المحمية، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد مكان الطلاب داخل مدق بالمنطقة الجبلية وأنقذتهم وسط مخرات السيول. وكانت مدرسة الحياة الدولية المنتمي إليها الطلاب قد نظمت الرحلة دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك، وهو ما عرض حياة الطلاب للخطر، إلا أن التحرك السريع لقوات الشرطة ساهم في الحؤول دون ذلك، وهو ما دعا الأهالي إلى توجيه الشكر لقوات الأمن على المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز.